اللواء محمد الشعار وزير الداخلية يبحث مع سفير جمهورية الصين الشعبية تشي شيان جين بدمشق سبل التعاون المتبادل بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. بحث وزير الداخلية اللواء محمد الشعار مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق تشي شيان جين سبل تعزيز العلاقات والتعاون المتبادل بين البلدين الصديقين وتطويرها، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الواقعة على أمن الدولة. وزير الداخلية أشار إلى اعتزاز سوريا قيادة وشعبا بالعلاقات المميزة بين البلدين المبنية على أسس متينة والتي تستند إلى إرث تاريخي طويل، معبرا عن تقديره لمواقف الصين الداعمة والمؤيدة للدولة السورية في معركتها ضد الإرهاب الذي تواجهه وتقديم الدعم لها في المحافل الدولية. اللواء الشعار بيّن أن سوريا مستمرة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وبالتعاون مع الأصدقاء حتى تطهير الأراضي السورية من دنسه، مشيرا إلى أن الدولة السورية حذرت الدول الداعمة للإرهاب بأنه سيرتد عليها. من جانبه أكد السفير الصيني على مواقف بلاده الثابتة والمؤيدة للدولة السورية في حربها على الإرهاب، ونوه بالانتصارات التي تحققها، لافتا في ذات الوقت إلى أن الصين حكومة وشعبا تقف مع سوريا في حربها ضد الإرهاب الذي لا يستهدف الشعب السوري فقط وإنما يهدد كل دول العالم ومنها الصين. كما أكد السفير الصيني أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري. مسير في عدد من حارات دمشق بمناسبة يوم السلام العالمي يحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن سوريا بلد السلام. لنبحث معا عن السلام بين الأبواب السبعة لدمشق القديمة. تحت هذا العنوان قامت الغرفة الدولية الفتية في دمشق في يوم السلام العالمي الذي يصادف 21 من أيلول بمسير لتوجيه رسالة إلى العالم أجمع أن سوريا هي بلد السلام. اليوم هو 21 أيلول، هو يوم السلام العالمي. نحن بهي المناسبة عم نرسل رسالة سلام من سوريا، من أبواب دمشق، من دمشق تحديدا، من أبواب دمشق السبعة يلي أهمها باب السلام، لكل العالم إنه السلام ابتدى من دمشق ومنتشر للعالم. السلام ممكن بكل دول العالم، السلام ممكن، السلام مو هو بس ضد العنف، السلام هو محاربة الفقر، السلام إنه نحترم ديانات بعض، نحترم آراء بعض، نحترم الاختلاف بين بعضنا، نكون دائما قلب واحد، نكون دائما مجتمع واحد، نواجه كل شيء له علاقة بالعنف، نواجه كل شيء له علاقة بالإرهاب. بدأ المسير من ساحة باب توما في دمشق وعبر المشاركون فيها الحارات الدمشقية القديمة والعريقة ليبثوا روح السلام بين أزقتها. نحن اليوم عم نوصل رسالة لكل أنحاء العالم إنه السلام ممكن من سوريا، من دمشق، من أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ. اليوم عم نعمل هذا المسير كرمال نثبت لكل العالم إنه نحن مآمنين بالسلام والسلام ممكن. فكرة مشاركة بيوم السلام العالمي كوجود مجموعة شباب عم بيمشوا بيوم الصبح مشان بس هيك إنه كلياتنا دعاة سلام وكلياتنا منحب البلد ترجع مثل قبل، والحمد لله إنه في كتير مشاركات وهذا يوم مهم، مفروض هيك أي خطوة للسلام العالم تخطيها أو تشارك فيها. عم شارك بحملة Peace is Possible، السلام ممكن، يوم عاملين مسير. أنا مبسوطة بهالمشاركة، بتمنى نقدر نعمل سلام حلو، السلام على وطننا سوريا، وإن شاء الله بنقدر. رسالتنا أنه السلام ممكن لما نبلش نحققه من عند أنفسنا وبين رفقاتنا وبين مجتمعنا، فرح يكون السلام ممكن. السلام بعده ممكن بسوريا رغم كل الحرب اللي عم نمر فيها، وانه الشباب فاعل يعني بهالأزمة. نحن بنقدر نحقق السلام، ونحن اسا ما فاقدين الأمل، ونحن اسا عايشين، وبس مو منتمنى السلام بسوريا بس، لأنه نحن من هون انطلق السلام، نحن بدنا السلام كمان يحل بكل العالم. بلد سلام، وكل العالم اللي موجودة بالشام ما بدهم غير السلام.
وبإذن الله راجع البلد مثل قبل وأحسن بإذن الله. اليوم نحتفل باليوم العالمي للسلام، وبلدنا بلد محبة وسلام، ونريد أن يرى العالم أننا نعيش بسلام وأن سوريا بلد السلام، وبكل تأكيد بأن السلام ممكن. المسير الذي جاء تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للسلام هدف إلى توحيد الجهود وعلى جميع الأصعدة لكي يصبح السلام ممكنا في سوريا. شهدت مدينة درعا وقفة تضامن مع الجيش واحتجاج على الدعم الأمريكي للإرهاب الذي تجلى بالعدوان على موقع عسكري في دير الزور. شهدت مدينة إزرع في محافظة درعا وقفة تضامنية مع قوات الجيش العربي السوري، عبر المشاركون من خلالها عن دعمهم للقوات المسلحة وتأكيدهم بأنهم ضد الاعتداءات الأمريكية على مواقع الجيش في مدينة دير الزور. وقفة تضامنية مع قواتنا المسلحة وتكريم عدد من أخوة الضباط وصف الضباط، وأيضا كان هناك وقفة استنكار لهؤلاء القتلة الأمريكيين العملاء هم وعملائهم الذين نفذوا عدوان على دير الزور. طبعا هذه الوقفة كان هناك تعبير من قبل الأخوة الموجودين مواطنين ورفاق بعثيين وكل مواطن شريف من أهل إزرع، فكانوا يهتفوا للوطن ولقائد الوطن ولقواتنا المسلحة. فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة أقام بدوره وقفة تضامنية مع قواتنا المسلحة، وعبر المشاركون عن استنكارهم للدعم الأمريكي الواضح للجماعات الإرهابية المسلحة عبر استهدافه مواقع الجيش في دير الزور، وجدد المشاركون في الوقفة وقوفهم مع قواتنا في دحر الإرهاب ودعمه. طبعا اليوم نحن تعودنا على شعبنا بإزرع يقدم دائما الفعاليات الوطنية. اليوم كنا بوقفة تضامنية مع الجيش العربي السوري وتضامنا مع شهدائنا وبطولاتهم في دير الزور. هذه التكاملية مع وقفة الأصدقاء الروس والإيرانيين وحزب الله لن تشكل هذه التكاملية إلا النصر، والنصر قريب جدا في محافظة درعا وعلى سائر أراضي الجمهورية العربية السورية. وكرم المشاركون عددا من ضباط وصف ضباط وجنود الجيش المرابطين على مدخل مدينة إزرع لحمايتها من الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية. هكذا أصالة أبناء درعا الذين يؤكدون كل يوم أنهم مع الجيش في كل خطوة، وأنهم ضد أي عدوان على تراب الوطن في أي منطقة كانت. بحضور شخصيات شعبية وأهلية ورسمية تم تسوية أوضاع عدد من المطلوبين في محافظة السويداء. تسوية أوضاع 600 مطلوب للجهات المعنية في محافظة السويداء، وذلك في مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالمحافظة. العملية تمت بحضور شخصيات شعبية وأهلية ورسمية. تم اليوم تسوية بفرع الحزب ل 600 شاب من أبناء السويداء الذين ضلوا الطريق وخرجوا عن الخط الوطني لأهل السويداء، و كانت فرصة اليوم كبيرة حيث تم تسوية أوضاعهم وعادوا إلى الطريق الصواب مع أهلهم وزويهم، وأصبحوا رديفا لجيشنا البطل في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة. منذ البارحة عندما علمت الناس بهذا الإجراء وبهذه التسوية، أقول أكثر من العدد الذي كان مدون أسماؤه في القوائم طلب أن ينضم إلى هذه التسوية، وما هذا إلا هو دليل على أن الوطن هو القاسم المشترك وهو القيمة الكبرى. عندما يكون الإنسان متصالحا مع نفسه ويستطيع أن يصلح الآخرين، نحن بدورنا نتواصل مع جميع الشباب الذين ظلوا جادة الطريق، وندعوهم بشكل دائم إلى العودة إلى الطريق الصواب. اليوم شاهدنا بعض شبابنا اللي خرجوا عن أو ضلوا الطريق وخرجوا عن القانون، فجاءت مكرمة السيد الرئيس بالعفو الرئاسي لفتح المجال لهؤلاء الشباب بالعودة إلى حضن الدولة، حضن القانون تحت مظلة السلطة القانونية والقضائية والتنفيذية.
وصلنا خبر من محافظة السويداء انه في وضع تسوية وبدنا نساوي وضعنا، يعني اللي غلط انه ما عاد يتكرر وتحب بعض العالم. والف شكر لسيادة الرئيس والله يحمي وطننا. تسوية الوضع هاي فرصة للشباب يلي ظل الطريق بيرجع لحضن الوطن يا عمي. احسن من هيك تواضع واحسن من هيك معاملة ما في. اللافت كان حضور أعداد من المطلوبين لم تكن أسماؤهم ضمن القوائم لتسوية أوضاعهم، في رغبة للعودة إلى الحياة الطبيعية والعيش بكرامة والمشاركة في مستقبل الوطن الذي يحتاج جميع أبنائه. محافظ القنيطرة يتفقد منازل المواطنين ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في خان أرنب بعد تعرضها لاعتداء إرهابي بالقذائف. تفقد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إثر تعرضها للاعتداء بالقذائف، كما تفقد منازل المواطنين في خان أرنب التي تعرضت للاعتداء أيضا، مؤكدا على ضرورة الإسراع لتنظيم الضبوط لتعويض المواطنين عن خسائرهم. انتصارات قواتنا الباسلة أدت إلى حالة من الهستيريا والجنون لدى العصابات الإرهابية المسلحة التي أصبحت تستهدف أهلنا المواطنين الأبرياء في منازلهم وفي بيوتهم. التقينا بأهلنا المواطنين وبالعاملين في الدولة، لمسنا الروح المعنوية العالية لدى الجميع وهم اليوم أكثر تصميماً على التشبث بأرضهم. المواطنون بدورهم أكدوا صمودهم وإصرارهم على العيش وتحدي الإرهاب، لأن الأرض التي ولدوا فيها لن تكون لغيرهم. الحمد لله كانوا الأولاد سليمين والله قدروا لطف، والمهم ما صار نقطة الدم نزلت. عندي ثلاث أيتام عبر ربي أنا، اجتنا الإصابة فوقينا. يبقى السوريون ورغم الإرهاب الذي يستهدف بلدهم مصرين على متابعة مسيرتهم ومعركتهم ليبقى وطنهم حرا عزيزا وعلمه مرفرفا خفاقا في سمائه.